مرحبا متابعيني، اليوم الفيديو كلش مميز. راح اسوي لكم بقلاوه بالجوز، بقلاوه برمه بالجوز، ولا اطيب واكشخ منها ومقرمشه ولذيذه. حبيتوا الفيديو سووا لي شير، سووا لي لايك اذا حبيتوا الفيديو طبعا، ها، واشتركوا بقناتي اذا حابين. البقلاوه اصلا شكلها كلش حلو، هيك صغير، قطعتها صغار. نحتاج الى 3 كوابة من الجوز، جوز عين القمل شو يسموه، 3/4 كوب سكر وربع كوب سمنه، واذا حابين ضفت اني ملعقه صغيره من الهيل. نحرك طبعا، هي هاي الحشوه مالتنا مع الجوز، يعني شويه الجوز يكون اخشن من، مو كلش ناعم يعني. هيك نحرك على ما يتشرب الجوز كله بالسكر والدهن اللي عندنا. السمنه، سمنة راح استعمل اني مسويه بها فيديو، يعني اني مسويه هالسمنه، راح اخلي لكم الرابط جوا بصندوق الوصف. هي عن هالسمنه طبعا، وعندنا صينيه مدهونه بالسمنه، وراح استعمل عوده حتى ابرم. ماكو عوده، هاي جبت لكم هاي التعلاقه مال هدوم، تقدرون تستعملون هذا هذا هيك تستعملون مكانها اذا ما متوفر عندكم هاي العوده، لان هواي تسالوني عنها. طبعا عندنا هذا الورق مال البقلاوه، الورق مال البقلاوه اثينا كلش، هاي النوعيه زينه اذا متوفره عندكم، كلش طريه يعني. وهمينا نبل الوصله مال المطبخ شويه نرطبها، حتى هي يعني الورق مال البقلاوه راح اخلي هاي الوصله مال المطبخ المرطبه عليه حتى يظل طري واحنا دا نشتغل. خلوها بصفكم، باعوا بديت اسوي 3 طبقات، ناخذ 3 طبقات هيك، شوفوا 3. انا حبيت اطول هذا الفيديو حتى انطيكم تفصيل، يعني شوفوا هسه لازم السمنه مالتكم تكون دافيه، ما اريد تجمد يعني، لازم تكون دافيه. وعندكم فرشه، هاي فرشه مال المطبخ مو مال الصبغ ترى، خاصه هاي كلش خوش نوعيه. امسح كل طبقه هيك اسهل لكم، هيك شلون ما دا اسوي اني طويتها، ودا كل طبقه امسحها مسحه خفيفه. وطبعا الدهن مو هوايه، بالاخير اني راح اتخلص من الدهن الزايد قبل ما اخلي شيره من اطلعها من الفرن. امسحها كل طبقه. الفكره انه حتى نقدر نبرمها، احنا ليش بدنا نمسح كل طبقه؟ حتى بعد تطرى العجينه بيدنا ونقدر نضغط عليها نسويها هيك معرشقه، وبعدين نقدر نخليها بالصينيه. اذا تشوفون هذول اللي مسويتهم، والحشو يكون ازيد يعني الحشو زيدته على مود تصير اعرض، وزيدت طبقه اخرى. عاده تكون طبقتين اسويها البرمه، هذه المره سويتها 3 طبقات، باعوا من كل الصفحه. حد تشوفون شلون، هواية حكيت هواية، بس شو اسوي دا اعلمكم. المهم نمسح خلاص، اخر طبقة ما نمسحها، بالاخير نمسحها. شوفوا هسه راح نمسحها كلها. انتبهوا يعني حاولوا تشوفوا الفيديو كامل. انا شوي راح اخلي زيت بعد وراح ادهنها. هسه نطويها طوية، شوفوا شلون كل خطوة تسووها لازم تدهنون. مثل ما قلت لكم بالأخير راح نتخلص من الدهن الزايد أكيد. نمسح. هسه نبدي نخلي الجوز بالملعقة، شوف شلون صار يعني يتماسك الجوز. نفرشه هيجي بالطول، كمية وفيرة هالمرة، خلوا كمية زين. تقدرون تسووها بالفستق، يصير اثنيناتهم، يصير بالجوز بالفستق بالكاجو كيفكم. هيجي باعوا هالكمية. وطبعا راح اخلي شوية زيت همين، العفو دهن مو زيت، هذا الدهن السمنة سويتها. سنطوي طوية اللخة، نغطي الجوز حتى يصير اسهل علينا. نمسح. وين هالعودة؟ العودة شو ساعدنا انه نبرم براحتنا يعني، هي لو كانت عودتي اثخن شوية احسن اسهل لي يعني، هاي مال ملابس احسن، هذه العودة مال تعلاقة. برمنا زين، بعدين هسه شو نسوي؟ نبدي نضغط، ها دهنتها شوية.
اي بعدين نبدي نضغط، شوفوا حتى تتعرجق من النص، نضغط هيجي شوفوا، لانه طريه خلينا دهن بعد اكثر صارت طريه. زيت ما يصير، زبده بوحدها ما يصير لان بيها حليب ما تتقرمش عندنا. سووا هاي الطريقه مال سمنه، قلت لكم راح اخلي رابط جوا الفيديو، شوفوا شلون هيك بداعه كلش حلو شكلها. هاي كملت، شوفوا راح اخليها بالفريزر فد نص ساعه، وهاي طلعتها من الفريزر. راح الحافات هاي تكون عاده فارغه ما توصل الحشوه عليها، نشيلها. بس هاي طبعا ما تتخلصوا منها، هاي اخليها بعدين اني بصينيه بواحده واحمصها وكلش طيبه تطلع، ناكلها هيجي كلها الحافات. ليش؟ حتى انطي مجال، عاده من تخلي الورق البقلاوه بالفرن يكبر حجم ويبدي تعوج بيتكم البقلاوه. شوفوا هسه راح ابدي اقطعها. الحلو بالفكره انه اذا قطعها كلش قصيره هيجي تصير قطع صغيره احلى، هو هاي الكشخة بالموضوع. شوفوا هيجي قطع صغار، لازم نقطعها قبل ما تدخل الفرن، لانه اذا ما قطعتوها راح تعوج. مجربة يعني تنعوج يصير مو حلو شكلها، هيجي احلى. طبعا الدهن مالتكم لازم على طول حار، لان هسه راح نمسحها بعد بالدهن. شوفوا هيجي شكلها كلش حلو، خلاص قطعناها راح نمسحها بالدهن بعد مرة ثانية حتى يفود بين بالاطراف اللي قطعناها كلها هيجي. صح يراد لها شغل، بس هاي طبعا ها تقدرون تسووها قبل ما تخلون هالخطوة، هذا الدهن دخلوها الثلاجة، يعني تبقى يومين ثلاثة قبل وطلعوا، ورا يومين ثلاثة اشفوها، تبقى اسبوع بالثلاجة بدون يعني ما مخليها بالفرن. هيجي عجينة مقطعة وحاضرة، طلعوها وبعدين حموا الفرن ودخلوها، يصير يعني خلاص. هيا أنا حضرت عندنا درجة حرارة الفرن على 350 فهرنهايت، 180 مئوية، وخليتها على البيك. هيا أنا خليتها بالرف الوسط وعلى البيك، ننتظر تاخذ لها تقريبا 3/4 ساعة. خلاص شوفوا شلون راح تخلص من الدهن، طلعتها من الفرن، شوفوا هسه دا تخلص كله من الدهن الزايد حتى لا تصير كلش دهينة. شوفوا بعدين أنا محضرة شيرة، شيرة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وأنا مسوية لكم بها فيديو همينة، راح أخلي الرابط جوا بصندوق الوصف حتى تروحون تشوفون شلون أسوي شيرة للبقلاوات وللزنود الست. شوفوا شقد طلع دهن كله تخلصنا، هسه نبدي نخلي شيرة. هاي شيرة طبعا كمية الشيرة انتو حسب الرغبة، حابين هواية شوية بكيفكم. بعدين اخليها تبرد تماما، هنا انا عندي بردة البقلاوة زين، ودا امسحها عندي فستق مطحون. شوف شلون فكرة حلوة هيجي غريبة، كل واحدة شوف شلون الحبات صغار حلوة، كل حبة هيجي فستق مطحون. طبعا هاي مو شرط تسووها، يعني اللي ما متوفر عند الفستق مع الحلويات مو مشكلة. علبة مدورة عندي، خلي تكون البقلاوة مالتكم غير شكل هالمرة، تكشخون بيها شو ما نقول أنيقة، وشوفوا الحبات شلون صغار. تقدرون إذا عندكم علبة مستطيلة طبعا تنحفظ بالثلاجة، أنا أفضل أحفظها بالثلاجة، هم تقدرون بالفريزر يصير. وهاي البقلاوة خلصت، سويناها روعة روعة، طعم كلش طيب، أكيد الريحة طيبة. وهسه نخليها بالثلاجة ورا ما تبرد، أو تقدرون برا تظل يصير. السمنة بها فيديو اللي أنا استعملتها على اليوتيوب، راح أخليكم من الرابط بصندوق الوصف. وبنهاية أشوف إذا قدرت أخليها بنهاية الفيديو،
على الشاشة تظهر. والشيرة همينة أنا مسويتها فيديو، راح أخلي لكم إياها بصندوق الوصف. باع وعلى المنظر، المنظر روعة. خلينا نضق وحدة. وداعة. طبقات. إن شاء الله عجبكم الفيديو، أشوفكم فيديوهات جديدة. هذا مطبخ ليندا، مع السلامة.